السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فلوق جديد. من بعد ما دخلنا آخر مرة وشفنا دار ناريمان من الداخل، الآن كنسولوا على منزل عاصير اللي كنخاطبها في المسلسل. بقاو معنا حتى الأخر. هاتوا معي لبعض، هاتوا يعني بزي مولدان في هذا الفيديو بغيت نقول لكم انه الكلمه الطيبه في زمن الجفاف اعذب من الماء البارد. والله عز وجل كيقول وقولوا للناس حسنا. كل شخص كتقابله كيكافح معركه في حياته وما كتعرف عليه والو، فكونوا عفاكم بلسما للجراح دائما، ولا تكونوا علقما تزيدون الجرح عمقا. الناس اللي ما شافوش الفيديو الاول ديال المنزل غادي نخليه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، وكنوعدكم باذن الله انني غندير لكم في الفيديو القادم شنو سميت المنطقه، كيفاش وصلت ليها. هذه المنطقه كاينه في تركيا وبالضبط في اسطنبول، باش اللي ساكن هنا ولا اللي جا هنا وبغى يعرفها يقدر يوصل ليها ان شاء الله. الناس طيبين كتار في هاد الدنيا ولله الحمد. السيدة ما كتعرفناش عطاتنا التليفون، اتصلنا ببنتها وهي اللي كتنعت لنا الان المنزل باش نمشيو له ان شاء الله. ما غادي نخسروا والو في هاد الدنيا الا تعاملنا بلطف وبطيبوبه، سواء مع الناس اللي كيعرفونا ولا ما كيعرفوناش. ما كتعرفناها شكرماتنا، الله يكرمها والله لقينا بها في جنة الفردوس يا ربي. السيدة كانت كتكلم معنا بالتركية وحنا كنجاوبوها بالدارجة المغربية، دونك غنمشيو ان شاء الله نيشان. الزنقة الاولى قالت لنا غندورو على اليسار، وأول زنقة عاوتاني غنلقاو على اليسار غندورو معاها. الدار الأولى الدار الثانية هي الدار إن شاء الله، خليكم معانا. وحنا كنصورو بدات امطار الخير. كنتمنى يا ربي تكون هاد لا فيديو نالت الاعجاب ديالكم، واخا ما تمكناش ان ندخلوا للدار لداخل. شكرا للعقول الراقية المشتركة في قناتي، مرحبا بكل الناس جداد. شكر ايضا خاص للقلوب الرائعة اللي ما كتبخلش عليا بكلمة طيبة. يا ربي تفرحكم دنيا واخرة. كنطلب من الله يحقق لكم الاماني كلها الكبيرة والصغيرة. السعادة قرار ولازم تاخدوه قبل فوات الاوان، وما تنسوش معاه الدعاء وكلكم يقين بالاجابة، وربي ما غيخيبكمش ان شاء الله. كانت معكم ناشرة السعادة، السلام عليكم ورحمة الله.